الهدى والنور ورواية المأثور علم غدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نتناول فيه الأسئلة المختلفة كما وعدناكم في هذا الشهر المبارك. نحن لازلنا نستقبل الكثير من أسئلتكم ونجتهد بحول الله تعالى في طرحها قدر الإمكان وعلى قدر الوقت الذي أتيح لنا. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام للسلطنة. أما أرقامنا التي نستقبلكم عليها فهي 9980-00-141 و9980-01-919. يمكن للإخوة من خارج السلطنة إضافة الرقم 00968. هناك مواقعنا على شبكة المعلومات الفيسبوك والتويتر أصبحت معلومة، وأيضا مثل هذه تظهر على الشاشة بين الحين والآخر. فأهلا ومرحبا بكم، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبالإخوة والأخوات الذين يتابعوننا، وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقائنا هذا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب. آمين. فضيلة الشيخ، هنا سؤال يتكرر معنا الحقيقة من بداية الشهر نحاول أن نطرحه اليوم. في الأخ محمد يقول: جاء في سبب نزول آيات اللعان أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السمحاء حتى تلاعنا، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين صابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن السمحاء، فجاء به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. السؤال: ما الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبين المولود يشبه أيهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فالجواب على هذا السؤال هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث نفسه، فقد قال: لولا ما مضى من كتاب ربنا لكان لي ولها لكان لي معها شأن آخر. فالحكمة التي تفهم من سبب توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إرشاده لبعض أصحابه للنظر في الوليد يشبه أي الرجلين، بينه ذيل هذا الحديث بأن هذا الشبه لا اعتداد له في إثبات النسب أو نفيه، وإنما الاعتداد هو في اللعان نفسه، فاللعان حد من حدود الله تبارك وتعالى وتترتب عليه آثار، وحينما يقام هذا الحد فإنه لا يلتفت إلى بعض هذه العلامات الظاهرة التي يمكن أن يتوهم الناس أنها هي التي يعول عليها في إثبات الأنساب أو نفيها، وفي إثبات الزنا أو نفيه عن أحد، وإنما المعول في ذلك هو الحد نفسه وهو اللعان. فهذه هي الحكمة. هل هنا مجموعة من القرائن فضيلة الشيخ دفعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعين هذه المرأة بهذا النوع من التفتيش؟ لأنه ورد في حديث آخر أن رجلا جاء يشكو إليه بأن ابنه أسود، فقال له: أمعك من إبل؟ قال: نعم. هل فيها من أروق؟ هذه كلها تخرج من مشكات واحدة. نعم. وبالمناسبة فإن حديث شريك بن سمحاء وهلال ابن أمية هو عند أكثر المفسرين وأكثر علماء الحديث هو من يعني أكثر ما يريدونه في سبب نزول آية اللعان، لكنها وردت أيضا في حوادث أخرى، لكنها جميعا تتفق في أن المعول عليه في الأحكام الشرعية إنما هو اللعان نفسه لا هذه علامات الشبه التي يمكن أن تدخل شيئا من التوهم عند الناس. إذا حدث اللعان فضيلة الشيخ، الإبن يلتحق بمن؟ اللعان يمكن أن يكون لنفي النسب، فحينئذ إذا حصل هذا اللعان فإنما ينسب الولد لأمه. نعم، إذا حصل اللعان. نعم. أيضا سؤال آخر يقول: كيف أرد على من يقول بأن النبي عيسى عليه السلام هو ابن الله،
تنزه الله عن كل نقص، حيث أنني تعرضت لسؤال من شخص يزعم ذلك ويقول لي بأنه ذكر في القرآن الكريم في سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وبعد أن خلق الله النبي عيسى عليه السلام تغير أسلوب الآيات إلى صيغة الجمع كما في سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر، وكذلك في سورة قاف إنا نحن نحيي ونميت، فصار جمع. لا هذا يعني هذه الشبهة واهية ضعيفة ولا ينبغي أصلا أن تنطلي على مسلم، فالقرآن الكريم مليء بهذه الضمائر التي يتحدث فيها ربنا جل وعلا بصيغة الجمع، وإنما ذلك من باب التعظيم، فهذا الضمير يكون من باب التعظيم، فالله عز وجل يتحدث عن نفسه وهو ذو الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، وإلا فنحن نجد يعني قبل ولادة عيسى عليه السلام إن كان لابد له يعني أن يبحث عن ضمير المتكلم بصيغة الجمع مما هو من قبل ولادة عيسى عليه السلام، فإن ذلك كثير، نجد في كتاب الله عز وجل في الفترة المكية كثيرا من هذه الآيات القرآنية، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، نجد أن الله تبارك وتعالى يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من قبل، وقبل ولادة عيسى أيضا أو مما لا صلة له بذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإن كانت الآية يعني مدنية لكن ذلك كثير في كتاب الله عز وجل، يكاد يكون لا حصر له في أن يكون لا حصر له من كثرته، مما هو فيه ضمير المتكلم، ضمير المتكلم على صيغة الجمع قبل ولادة عيسى عليه السلام. وما يتعلق بمثل هذه الشبه، فالذي يلاحظ هو أن المتلقين لها للأسف الشديد لا يعمدون إلى كتاب الله عز وجل فحصا وتدبرا وتأملا واستنباطا مع سهولته ويسره اليوم، فمنهم من يرتبك إزاء أي شبهة، وتجد أن كثيرا من ثوابته أو بعض ثوابته تهتز لتلك الشبهة، في حين أنه لو اطلع على أو فتح كتاب الله عز وجل وبحث في آياته لوجد ما يرد به على تلك الشبهات ويزيل ما حاك في نفسه من آثارها. ولذلك فهي نصيحة أيضا لعموم أهل الإسلام أن يتثبت وأن يعود إلى كتاب الله عز وجل إزاء هذه الشبهات. أحيانا تجد أن بعض هذه الشبهات تكون من ينتسبون إلى ملتنا من بني جلدتنا، ويلبسون على عموم الناس بشبه وتشكيكات، وكأنهم يصدرون الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، لكن الذي يأتون به إنما هو تأويلات باطلة. أيضا أمثال هؤلاء ليس من الصعوبة أن يفتح الواحد منا كتاب الله عز وجل ويرجع إلى الآيات القرآنية حتى التي يقتبسونها بعيدا عن سياقاتها أو في سياقاتها، لكنهم يتأولونها تأويلات بعيدة عن اللغة. هذه كلمة إجمالية، لأن بعض هؤلاء ترتفع أصواتهم أحيانا بشبهات، فتجد أن عددا من أبناء المسلمين يرتبكون إزاءها، يرتبكون حينما تصل إليهم هذه الشبهات، ولا ينبغي لهم ذلك. فأول ما ينبغي أن يواجهوا به هذه الشبهات هو ثبات النفس، فهم على الحق كما قال ربنا تبارك وتعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ما على المسلم إلا أن يفحص هذه الآيات وأن ينظر فيها. الحاصل فيما يتعلق بهذه الشبهة، تقدمت بعض الآيات وهناك كثير منها مما فيه استخدام هذا ضمير المتكلم على صيغة الجمع، والله عز وجل إنما يتحدث فيها عن نفسه سبحانه وتعالى، وهذا الأسلوب معهود في اللغة العربية هو أسلوب التعظيم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. مجموعة من أسئلة الفيسبوك الحقيقة مجموعة تمت الإجابة عليها، ولكن سؤال الأخ سالم السيابي يقول سوء الظن إذا انحصر في القلب ولم يؤثر في القول والفعل، هل يؤثم الإنسان على ذلك؟ لا يمكن أن نقول بأنه يأثم بما
تنطوي عليه نفسه من مشاعر وأحاسيس طالما لم يظهر لها أثر ولم يتبعها صاحبها بفعل ولم يؤثر ذلك في معاملته للناس، فلا حرج عليه من هذا الباب، لكن ينبغي قدر استطاعته أن يجاهد نفسه وأن يحمل إذا كان في نظرته إلى الناس أن يحمل إخوانه على أحسن المحامل وأفضل الوجوه، وأن يزيل عن قلبه سوء الظن، لأن ذلك قد يؤثر على قلبه ويمرض له قلبه ويبعد نفسه عن سواء السبيل. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. لا يعني هذا أن يكون المؤمن غرا سطحيا لا يستبطن الأمور ولا يتثبت ويتبين فيكون صيدا سهلا لغيره من ذوي النفوس المريضة وأهل النفاق، وإنما المقصود التثبت والحذر، لكن ليس له أن يسيء ظنه بالناس دون أمارة ودون علامة ودون تثبت وتبين، هذا هو المقصود. نعم، يعني يبقى الموضوع محصورا في نفسه حتى تتبين له القرينة أو الدليل. نعم، ومع ذلك فليجاهد نفسه، مع ذلك فليجاهد نفسه في إزالة السيء من الظنون عنها ما لم توجد قرينة، ثم يتبعها بتبين وتثبت. هل تكفي القرينة للتصريح أم لا بد من الدليل؟ لا، القرينة ليست دليلا. نعم. وإنما القرينة هي ما تجعل المؤمن حذرا يقظا فلا يؤتى من قبل الغفلة. نعم. وإنما يتبين ويتثبت، ومع ذلك فكما تقدم لا يظلم أحدا حقه ولا يسيء إليه معاملته، وإنما يغتنم ما تولد عنده لأجل نفسه، لأجل أن يتثبت وأن يحذر حتى لا يقع فيما لا يحمل عاقبته. جميل. عبد الرحمن المسروري أيضا يعود بنا إلى موضوع القلب وما فيه. نعم. شخص تحدثه نفسه الأمارة بالسوء بالرياء كثيرا، ولكنه يرده كلما تدارك نفسه، ولكن بعض الأحيان يسهو ويطيل ذلك ثم يتدارك نفسه، فهل يترتب على ذلك حكم أخروي؟ وما هي الوسائل التي تعين على التخلص من الرياء مع العلم بأن هذا الشخص أصبح لديه وسواس من الرياء؟ لا، هو يعني شخص حالته بنفسه، قال صار لديه وسواس من الرياء، فهذه وساوس تؤثر على النفس، وقد يؤتى الإنسان من قبل الطاعات والأعمال الصالحة بوساوس تمنعه من أدائها فتزين له أن يتركها مخافة أن يقال، مخافة أن يتحدث عنه الناس، وأن لا يأتي تلك الصالحات حتى لا يقول الناس أنه إنما فعل ذلك رياء، لا، ليطرح هذه الوساوس وليخلص مقاصده لله تبارك وتعالى، وليعلم أنه هو الأحوج إلى ذلك العمل، هو أحوج إليه لكي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى دون التفات إلى الآخرين، فليس مدحهم وثناؤهم هو الذي يمكن أن ينفعه لا في دنياه ولا في آخرته، كما أن ذم الناس ونقدهم أو ذم الناس وقدحهم لا يمكن أيضا أن يبعده عن الله تبارك وتعالى إن كان من أهل التقوى والصلاح، فليحذر هذه الوساوس وهذه المداخل التي يأتي الشيطان والنفس والهوى منها لتثبطه عن فعل الخير وصنع المعروف، وليطرح هذه الوساوس تماما وليخلص نيته وقصده لله تبارك وتعالى، وليأتي ما يستطيع من أعمال صالحة ومن طاعات يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى. سائل آخر يسأل عن صحة حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. التحقق من صحة الرواية يحتاج إلى مراجعة، لكن هذا الأثر يعني يذكر كثيرا في كتب الفقه لا سيما ونحن في شهر رمضان فيما يتعلق بفضل القيام، وأن قيام رمضان مع علو فضله وكبير منزلته إلا أنه لا يعدل يعني الفرائض،
فالفرائض لها الصدارة، والتفريط فيها يؤدي بالعبد إلى اكتساب الإثم والعياذ بالله. وهذا الحديث يصلح، أنا أتحدث الآن عما يذكره فيه الفقهاء، يصلح لتنبيه أولئك الذين يلون النوافل أهمية وعناية تفوق عنايتهم بالفرائض، فيفرطون في بعض الفرائض، يفرطون في أداء الفرائض في جماعات، لكنهم يكترثون كثيرا ويلون أهمية لأداء قيام رمضان في جماعة في المساجد. هذا من الخلل. لا يعني هذا التقليل من أهمية شهود الجماعة في صلاة القيام، وإنما لا يكون على حساب الفرائض، لا في الاعتقاد وفي المنزلة التي ننزلها في قلوبنا للفرائض والنوافل والسنن، ولا في العمل نفسه. فلا بد لنا أن ننزل كل شعيرة من هذه الشعائر منزلتها، ولا ريب أن الصدارة تكون أولا للمنهيات، فالمنهيات لا تحتمل وجها إلا الكف والابتعاد عنها. ثم بعد ذلك تأتي الفرائض المأمور بأدائها جزما، والتي يأثم من يخالف من لا يؤديها. ثم بعد ذلك يكون ميدان النوافل والسنن المندوب إليها بالإكثار منها والتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. يشهد لهذا هذا الحديث المتقدم، ويشهد لها حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه قوله فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. نعم. بعض الأسئلة التي أرسلها الإخوة في الفيسبوك أرى تأجيلها لأنها تحتاج إلى طول، والحقيقة أنا طرحت اليوم أسئلة الإخوة في الفيسبوك حتى لا يأخذوا في خاطرهم، استوعبتها كلها ما عدا سؤالي ما يتعلق بالحرية للأخ مرداس الهيملي، وكذلك ما يتعلق برقم الزاني المحصن، لأن هذه تحتاج إلى مجموعة من التفصيل قد يأخذ علينا وقتا. ننتقل إلى التويتر، ويمكن الإخوة الآن أن يبدأوا اتصالاتهم إن شاء الله. هنا سؤال فضيلة الشيخ أيضا من التويتر من الأخ صالح المفرجي، لكن أنا أعتذر أيضا عن طرحه، لأن الموضوع الصلاة على الكرسي للشيخ إجابة يعني مستقلة في هذا الموضوع، وستكون أيضا في الموقع إن شاء الله تعالى بعد هذا البرنامج. الآن سؤال آخر من أخ عبد الله الرحمن الهاشمي، يقول فيه: جماعة اختلفوا في توقيت صلاة العصر، كانت تقام في تمام الساعة 4، وبعد أن اشتدت حرارة الشمس ارتأى غالبية الجماعة أن يؤخروا الصلاة إلى الساعة 4:30، لكن أبى عدد من كبار السن وهم لا يتجاوزون 3 أشخاص. على كل حال هذه المسألة يعني من دون تفصيل، المهم الصلوات. أنتم تحدثتم أمس عن النظام في المساجد، وهذا المقطع أصبح يتداول الآن في الواتساب، يعني توقيت الصلوات هل هو رأي مشترك بين الجماعة أم لا بد فيه من الالتزام بالقانون الذي حددته وزارة الأوقاف مثلا؟ لا، هو ليس قانونا، هو إرشاد تقويم. نعم، هو إرشاد فيما يتعلق بتوقيت بتحديد موعد صلاة الجماعة. نعم. لا من حيث مواقيت دخول الصلاة التي يرفع الأذان فيها، فمرد ذلك إلى مصلحة الجماعة أو أكثر الجماعة. لكن هنا بس قبل أن تكمل فضيلة الشيخ، نعم، أنا لم أكمل سؤاله ولم أنتبه. يقول: الجماعة انقسموا إلى جماعتين، واحدة تصلي الساعة 4 والأخرى تصلي 4:30. لا، هذا خطأ، مع أن غالبية الجماعة، يعني ما حكم صلاة الجماعتين؟ لا، هذا خطأ. نحن نقترح أن يتوسطوا فليجعلوها في 4:15. هذا خطأ، يعني أن يؤول الحال إلى انقسام الجماعة فتؤدى جماعتان في المسجد الواحد، هذا منهي عنه. نعم. عليهم أن يتوسطوا وأن ينظر كل في اعتبارات الفريق الآخر، وأن يأتوا بحل وسط، وأن تتسامح نفوسهم، ولا حاجة إلى إثارة أمثال هذه القضايا على هذا النحو الذي يعني يشحن النفوس ويؤدي بها إلى الانقسام والتفرق. ما من أجل هذا
وضعت المساجد ولا شرعت الجماعات لأجل أن تتفرق، وإنما لأجل أن يجتمع الناس وتأتلف قلوبهم. صحيح. فليسعى أهل الخير والصلاح للتقريب وليتدارك الوضع بأسرع ما يمكن. هنا سؤال ملح فضل الشيخ، أيضا يرسل عدة أيام. شاب جامعي يدرس كلية الطب، هذا الشاب تم إجباره من قبل والده لدخول هذه الكلية رغم عدم رغبة الشاب بكلية الطب، فكانت نتائجه بالكلية سيئة، وصارح والده بذلك وأخبره بأنه يريد تغيير الكلية، ولكن والده أصر عليه أن يكمل المشوار بالكلية، واحتدم بينهما النقاش، مما جعل الأب يحلف بأنه لو غير الولد الكلية فلن يقبل به بالمبيت في البيت. الآن الشاب في وضع نفسي سيء ولا يدري ماذا يفعل، فما هي نصيحتكم؟ لا لوم على الشاب، اللوم على والده، فليس للوالد أن يكره ولده على تعلم ما لا يريد، فهذا اختيار مرده إلى الطالب نفسه، ينظر في ميوله ورغباته وبعد ذلك يختار ما يناسب تلك الميول والرغبات وما يجد أنه يمكن أن يؤدي فيه أفضل وأن يكون مبدعا متميزا فيه. أما إكراه الطلاب من قبل ذويهم على تخصص ما فهذا يفضي إلى مثل هذه النتائج. الآن يعني الطالب يقول بأنه تأخر في دراسته وأن نتائجه صارت ضعيفة، من يتحمل هذا؟ فالأب عليه أن يراعي أحوال ولده وأن يعينه على الاختيار الذي يريده الولد نفسه وأن يحثه على ذلك وأن يترك هذا التشنج وهذه الحالة من الغضب والتسخط على ولده. ويعني أيضا كلمة للولد، ليس هذا من مسائل البر والعقوق إذا كان يخشى أن يكون انصرافه عن اقتراح والده أو عن اختيار والده له يخشى أن يكون فيه شيء من العقوق. لا، ليس في هذا شيء من العقوق، بل العقوق من الوالد إن كان سيخرج ولده من البيت فهو العاق لولده. وكم من طلاب اختاروا ما يريدون من تخصصات وعلوم فأبدعوا فيها وتميزوا فصاروا بعد ذلك منتجين يسر بهم آباؤهم وأمهاتهم وينتفع منهم مجتمعهم ووطنهم. وكم من طالب متميز هو في نظر أسرته من النوابغ لكنهم حملوه حملا على تخصص لا يرغب فيه، فإذا بمستواه يضعف ويضعف ويضعف، ف يعني بعدما يتخرج لا يتميز في شيء ولا ينفع أسرته ولا يعود بنفع على مجتمعه ولا على وطنه. هذا تعطيل للقدرات، تعطيل للطاقات وهدر لهذه الملكات التي ينبغي أن توجه لما فيه الخير ولما فيه المصلحة وأن يعان. نعم، أنا لي كلمة أن الطالب قد لا يتاح له دائما أن يدرس ما يحب، فليحاول قدر استطاعته أن يحب ما يدرس، لكن إن لم يستطع ذلك ووجد مشقة وعنة فليسعى قدر المستطاع إلى أن يعود إلى التخصص الذي يريده. وهذا يفهم منه أن النصيحة موجهة إلى الأسرة، إلى الوالد تحديدا، بأن يعين ولده على الاختيار الذي يريده وأن لا يكرهه على ما لا يريد وأن يكون سببا لتميزه ونبوغه في نوع الدراسة التي يختارها الولد بنفسه. أما أن ينظر إلى بعض الاعتبارات التي لا وزن لها كأن يسعى إلى أن يتفاخر به أن من أولاده من يدرس في الكلية الفلانية أو أن يتباهى به بعد ذلك، هل سيسر إذا فشل الولد وما حاز شيئا من نتائج النجاح أبدا؟ هل سيسر حينئذ؟ أما أنه سيسر به إن كان في تخصص يهواه ويريده فكان من المتفوقين المتميزين، فليراجع هذا. وما الداعي إلى كل هذه المغاضبة؟ وما الداعي إلى كل هذا التهديد والوعيد؟ فهذا ليس من إحسان التربية ولا هو من
أداء مسؤولية رعاية الأولاد كما أمر ربنا تبارك وتعالى وكما أمر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قد يفضي هذا إلى أن يورث ولده أمراضا وعاهات قد لا تكون عضوية، قد تكون نفسية أو حتى ذهنية. صحيح. وقد رأينا ذلك في يعني أحوال كثيرة في مجتمعنا، نسأل الله تعالى اللطف والسلام. سأعود إلى جزء من السؤال أيضا إن شاء الله بعد هذه المكالمات. الأخ سليم السناني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ سليم. نعم. تفضل أخ سليم، أهلا بك. سؤالي هل جالس بعد صلاة الفجر إلى شوف؟ صار تقطع في الصوت لأخ سليم، اتحرك قليلا ربما تحصل على إرسال. طيب ناخذ أسأل عن الحديث الجالس بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس. نعم. هل عن أجر حجة أو عمرة؟ طيب إن شاء الله. بارك الله فيك. مشكور الأخ سليم، الله يحفظك، جزاك الله خير. محمود الريامي. السلام عليكم. أو الرواحي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ كيف حالك؟ الحمد لله الأخ محمود، أهلا بك ومرحبا. حياكم الله. الله يحفظك. تفضل الأخ محمود. في سؤال للشيخ كهلان فيما يتعلق بحل الرابطة الزوجية. من صور حل الرابطة الزوجية أن تلجأ المرأة إلى التطليق عبر القضاء نتيجة الضرر أو الشقاق، فما هي المسوغات يعني الحقيقية اللي يعتمد عليها القاضي في الحكم على وقوع الضرر أو الشقاق حتى يتوصل إلى حكم بحل الرابطة الزوجية؟ طيب الأخ محمود، هذه أحكام قضائية على كل حال، ربما برنامجنا لا يتطرق إليها، ولكن بإمكانه. ولكن الشيخ معتمدة على الفقه، هذه من مسائل اللي تطرق للفقهاء طبعا. صحيح، هي معتمدة على الفقه ولكن لها تكييفات خاصة تتعلق بها المحاكم. بإمكانك أن تقابل الشيخ في مكتبه مثلا لتحصل على مجموعة من المعلومات حول هذا الموضوع، ولكن ما يتعلق بالقضاء ويعني الأحكام القضائية برنامجنا لا يتطرق إليه. نعم. لدي سؤال آخر يتعلق بقضية الحكم على الشخص بالمنافق. يعني نجد أن مجموعة من الناس تحكم على هذا الشخص بأنه منافق، يعني هل يجوز هذا الامر، او يعتمد على ماذا هذا الامر؟ هل يعتمد على وجود مثلا حاله معينه تجد ان الشخص يقول مثلا يعني يجد حركه في نفسه ان يستمع الى الاغاني في محضر الناس، ولكن عندما يخلو بنفسه فهو يستمع الى الاغاني، هل هذا يدخل مثلا تحت دائره النفاق او المفهوم النفاق المتعارف عليه؟ طيب ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك، شكرا جزيلا، الله يحفظك، جزاك الله خير. الأخ سليم يسأل عن الذي يمكث بعد صلاة الفجر إلى أن يصلي ركعتين بعد الشروق، هل يحصل على أجر حجة أو عمرة في رمضان؟ هذا أجبنا عليه أيضا مرات. نعم. والمقصود من ذلك أن يعني مدار السؤال كان حول الرواية الواردة في هذا الخصوص، والرواية صحيحة وهي تبين الأجر والثواب، يعني لا يظن بأنها تغني عن أداء عمرة أو عن أداء حجة، وإنما المقصود من ذلك بيان الأجر والثواب. جميل. نخرج إذن بفاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى لمواصلة هذه الأسئلة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة إلى ربك وخالقك؟ اليوم يوم المرحمة، اليوم حفظ الحرمة، هذه لغة النبي كانت. قل أعوذ برب الناس، وأعوذ أي أعتصم وألتجئ إلى الله عز وجل. يا
مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل، نواصل طرح هذه الأسئلة. فضيلة الشيخ، قبل أن نأتي إلى سؤال الأخ محمود، هناك مجموعة من الأسئلة كان بعضها للأخ بلال من تونس، ريثما أجدها إن شاء الله. هناك سؤال آخر يقول صاحبه: ما معنى قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ هذه وردت في سياق نفي ما نسبه أهل الشرك والأوثان إلى الله تبارك وتعالى من كون الملائكة بنات لله عز وجل، فجاء الرد في هذا السياق. وهذه الجملة أو من ينشأ في الحلية، التنشئة هي التربية، التنشئة المقصود بها التربية، والحلية هي الحلية المعروفة، ما تحلى به البنت والمرأة بما يناسب عمرها. وهو في الخصام غير مبين، أي أن في الغالب أن صوت المرأة صوت خفيف ناعم لا يظهر في الخصام والجدال. والآية تصلح دليلا إلى أن الأصل في تنشئة البنت أن تنشأ على الحلية، وأن تنشأ على طبع اللين والرقة، لأنه يتناسب مع أنوثتها، إذ هذا هو الأصل. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وهو ملحظ تربوي ينبغي للأولياء أن يتنبهوا له، بحيث لأنه يتناسب مع جملة من الأدلة الشرعية الداعية إلى أن تعزز الأنوثة في البنت كما تعزز معاني الرجولة في الولد الذكر. وتعزيز الأنوثة في ولهذا نجد التشدد أو نجد الإغلاظ في أن تلبس المرأة لبسة الرجل، أو يلبس الرجل لبسة المرأة، وأن تحمل المرأة العصا. وهناك أصناف من الزينة منع منها الرجال وأبيحت للنساء، كل ذلك من معانيه وحكمه تعزيز هذه الخصال لدى كل جنس. فالذكر تعزز فيه صفات الرجولة، والأنثى تعزز فيها صفات الأنوثة، وهذه الآية تشير إلى ذلك. فينبغي للأولياء أن يلتفتوا إلى تنشئة البنت على ما يناسب عمرها من زينة البنات ومن زينة النساء ومن حليهن ومن أدبهن في الحديث، والله تعالى أعلم. نطرح سؤال بلال المعدي من تونس في قوله تعالى، وثم نستقبل المكالمة إن شاء الله قبل الإجابة، في قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. هل يقصد بالكافرين هو كفر النعمة أو كفر الشرك؟ لكن بعد إن شاء الله نستقبل هذه المكالمة حتى لا نطيل على أخينا. من معنا من على الخط؟ الأخ عامر. الأخ عامر تفضل. كيف الحمد لله. الحمد لله، نشكر الله، الله يبارك فيك. كيف الحال فضيلة الشيخ؟ حياكم الله يا أخي، بارك الله فيك. الله يبارك فيك الأخ عامر. في بعض الأسئلة كذا باختصار. تفضل. طبعا في معلومة قرأتها وأبغى أتأكد منها من الشيخ كهلان، هل صحيح أن أحد الصحابة ويدعى ذو اليدين من بني سليم نبأ النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الصلوات عن السهو؟ وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنه أحد الأنبياء المعصومين يستطيع الشيطان أن يوسوس الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة؟ طيب. هذا سؤال. جميل. السؤال الثاني: هل صحيح أن تعليق الصور وخاصة الصور المصورة في الغرفة تطرد الملائكة؟ وما حكم التعليق؟ طيب. وخاصة أن طبعا أحيانا نصلي في هذه الغرف يعني. طيب. السؤال الثالث باختصار. هذا. العرف، هل يعني عندما يختلف العرف مع الأصول الإسلامية ومع الشريعة الإسلامية ومع مبادئ الشريعة الإسلامية، هل يتم الأخذ بالعرف على الرغم أن أحيانا العرف ربما يقطع وصل هذه المبادئ أو الشريعة الإسلامية؟ هل عندك مثال؟ مثال الزواج على سبيل المثال. الزواج يقول: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لكن أحيانا العرف يوضع يعني عقبه في الوصول احيانا الى هذه المرحله. واضح، واضح جدا، جزاك الله خير.
مشكور مشكور الأخ عمر، شكرا جزيلا لك، الله يحفظك. نعود إلى سؤال الأخ بلال من تونس. فضيلة الشيخ، هل يقصد بالكافرين هنا هو كفر الشرك أم كفر النعمة؟ لا، يقصد كفر الشرك، لأنه في مقابل الإيمان، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، ففي مقابل أهل الإيمان نهي هؤلاء عن اتخاذ أهل الكفر، أي عن اتخاذ المشركين أولياء من دون المؤمنين. والأولياء جمع ولي، ويراد بالولي الناصر والحليف، فليس هو مجرد الصديق، وإنما كلمة ولي في أغلب ما وردت في كتاب الله عز وجل تدل على المناصر الحليف، كما تأتي بمعنى الحامي، حتى أن الموالاة والتوالي أي أن يأتي أمر بعد أمر بلا فاصل أجنبي بينهما، فكأنه يقوم مقام وليه، كأنه يقوم من شدة العلاقة بينهما ومن شدة الموالاة التي هي متانة هذه المناصرة والتحالف والتعاقد، حتى أن أهل الجاهلية كانوا يورثون بالتحالف ويسمونها الموالاة من شدة متانة العلاقة بينهما أو العلاقة بينهما، هذا هو المقصود بالموالاة. وإلا فكلمة يعني كما تقدم كلمة الكافرين في الآية يراد بها ما يقابل المؤمنين وهم أهل الشرك. هل يخرج من هذا التعريف مفهوم الصديق؟ قد يكون له صديق من غير المسلمين، أظن تحدثتم عنه في موضوع الترجمة. في موضوع الترجمة نعم، يخرج به موضوع الصديق بمفهوم أيضا بالمفهوم اللغوي، هناك مراتب للعلاقات نجدها في كتاب الله عز وجل. باختصار، هناك الصديق، وهناك الولي، وهناك الوليجة، وهناك الخليل، وهناك القرين، وهناك الخليل. أعلاها الخلة، الخليل، ولذلك واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذه يعني أقوى العلاقات. وهناك الوليجة، والوليجة مأخوذة من ولج الشيء إذا دخله، فالوليجة أي الدخيلة، فهما من شدة علاقتهما كأنهما تداخلت أحوالهما في بعضهما البعض، وهذا مصطلح أيضا قرآني. فالوليجة تلي الخلة وتلي القرين، القرين أيضا المصاحب، لكن القرين عند كثير من أهل اللغة لا يلزم منه نشوء علاقة قلبية، على خلاف سائر العلاقات. أدنى هذه المراتب هي الصداقة، أدنى هذه المراتب هي الصداقة بحسب الاستخدام القرآني. ثم بعد الصداقة تأتي الموالاة، الموالاة لا بد لها من علاقة قلبية، لا تقتصر على مجرد المعاملة والمباسطة والمعاشرة، وإنما تمتد لكي تشمل أيضا جانبا قلبيا معنويا فيه محبة، هذه المحبة تستدعي المناصرة والتحالف والتعاقد، فهذا هو المعنى المقصود في الموالاة. وبناء على المصطلح القرآني يكون الصديق له الحق أن يدخل من دون استئذان بيت صديقه؟ يعني إن كان صديقا، يعني كما نصت الآية الكريمة في ذلك السياق الذي تتحدث عنه فقط. نعم، له تعريف. نعم. يعني طيب، سنأتي إلى أيضا هذا، تدخل بعض اللبس على بعض الناس أيضا، يمكن أن نخصص لها مسألة بإذن الله تعالى. بحول الله. الأخ محمود الرواحي يقول: الشخص الذي يظهر أمام الجماهير بأنه متنزه عن سماع الأغاني مثلا، ولكنه عندما ينفرد بنفسه يسمعها، هل هي قرينة كافية لاتهامه بالنفاق؟ النفاق كلمة أو وصف يشمل أحوالا كثيرة، أصلها مخالفة الأعمال، أو يجمعها مخالفة الأعمال في بين السر والعلن، أو في الظاهر والباطن، فهي أصلا من نافقاء الجربوع، أي أن يتخذ مداخل ومخارج مختلفة متباينة. فإذا نظر إلى الجوانب العملية فنعم، يمكن أن نقول أن من يخالف ما يعتقده ويلتزم به من أحكام هذا الدين، ثم إذا خلا بنفسه فإنه يخالفها، أن هذه خصلة من خصال النفاق.
وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الخصال وسماها من خصال النساء من خصال النفاق، قال: ثلاث من كن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ومن كانت فيهن كان منافقا خالص النفاق، إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر. وفي رواية: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيهن خصلة، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. وأضاف إليها: وإذا حدث كذب. فهذه بعض الخصال التي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من يتصف بها فإنه يتصل بصفة من صفة النفاق. نعم. الآن هنا طرفان، طرف الفاعل المبتلى وطرف الناس، لأنه كان يسأل عن حكم الناس عليه. نعم. وصف الناس للمرء له ضوابط وقواعد شرعية، وهذه الضوابط تبنى على الحكم على الظاهر، فمن ظهر منه خيرا وعلم منه خيرا قال الناس فيه خيرا. وأما إذا ظهرت شيء من هذه الخصال عليه وتحققت لدى مطلع عليه، فذلك له نعم في حقيقة نفسه أن يعني يصفه بهذا الوصف، شريطة أن يؤدي حق النصح والأمر بالمعروف له والنهي عن المنكر. لكن أن يتحدث عند غيره عن هذه الخصلة أو أن يصفه بذلك عند غيره فهذا لا يسوغ له. أما بالنسبة للمبتلى فإن عليه أن يتوب وأن يتخلص من هذه، من خصال السوء هذه، ومن أن يلجأ إلى معصية الله تبارك وتعالى حينما يخلو بنفسه. فإن عليه أن يتذكر المراقبة الدائمة لله عز وجل له، وأن يوجد هذا الوازع في نفسه الذي يحجزه من الوقوع في المعاصي والآثام سواء كان خاليا أو كان في جمع. نعم. وليتب إلى الله تبارك وتعالى مما وقع فيه أو خالف فيه قوله عمله. نعم. يعني نجد ملحظا في سورة الماعون أن هناك صنفا سماه الله تبارك وتعالى من المراءة، هذه الصفات التي ذكرها لهذا الصنف هي صفات عملية، فتكذيبهم تكذيب عملي، فقد قال: أرأيت الذي يكذب بالدين. نعم. فذلك الذي يدع اليتيم. نعم. ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نعم. فسمى هؤلاء الذين تصدق عليهم هذه الصفات بعد بيان أنهم يكذبون عمليا بالدين والإغلاظ عليهم في هذا الشأن، قال عنهم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فهذه صفات عملية ينص القرآن الكريم على أنها من الرياء، فليحذر الإنسان من أن يقع في هذه الخصال أو الصفات، وعليه أن يخلص نفسه منها بالتوبة النصوح وبتصحيح عمله لله تبارك وتعالى، وأن يجعل عمله عملا صالحا. كما أن أيضا يعني على الآخرين أن يتنبهوا إلى القواعد الشرعية والضوابط التي تلزمهم بمبادئ وقيم وأخلاق في تعاملهم مع الآخرين وفي وصفهم له. سأعود إلى إثارة هذا الموضوع معكم فضيلة الشيخ، لكن في الحلقات القادمة، لأن الوقت لم يعد كافيا في قضايا المسائل الخلافية التي يظهر فيها أمام الجمهور بمظهر ويخفي قوله الذي يقتنع به عنهم عندما ينفرد مع بنفسه. إن شاء الله سنعود. إن أذنت فقط يعني تذكرت في موضوع ما ذكره ذلك الذي يثير شبهة عيسى عليه السلام، وأن يعني أصل خلق الإنسان كان قبل عيسى وقبل وجود أحد، ولقد يقول ربنا جل وعلا في سورة الأعراف: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا كان عند خلق آدم وقبل خلق آدم، فلا محل لا مكان ولا محل لعيسى عليه السلام ولا لغيره، حتى ينتبه يعني. جزاكم الله خير، واضح جدا. أعزائنا، نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي ومساعد مفتي العام للسلطنة. شكرا لكم فضيلة الشيخ. أشكركم أيضا نظرا لضيق الوقت، ونلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى. لذلك حين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.